السلام عليكم وأهلا بمشاهدي السعد التقني الأعزاء في كل مكان. أرحبكم في هذه الحلقة الجديدة. حلقة هذا اليوم سأريكم طريقة عرض شاشة الهاتف أو سطح شاشة الهاتف على جهاز شاومي مي بوكس اس الجيل الثاني. لطلب هذا الجهاز يمكنك الوصول له عن طريق الرابط المرفق في صندوق الوصف، وكذلك يمكنك التعرف على جميع المعلومات مع الطريقة سوف نتعرف عليها الآن. إذا هذه طبيعة الحال هي سطح شاشة أو واجهة الجوجل تي في الخاصة يعني بهذه البوكس أندرويد. ستتوجه مباشرة إلى خيار سيتينج كما هو مبين لك، ثم بعد ذلك سوف نتوجه إلى الخيار الخاص بسيستم أو لا الخاص يعني بنظام، يعني هذا الخيار أيها الكرام. بعد ذلك سوف نتوجه إلى خيار كاست، يعني خيار كاست وهو الخيار الذي سوف نقوم من خلاله بتفعيل هذه الميزة في هذا الوضع، ثم بعد ذلك سأتوجه بكم إلى الهاتف الذكي. إذا بالنسبة للهاتف ستقوم مباشرة بتنصيب تطبيق جوجل هوم من خلال جوجل بلاي أو حتى يعني من خلال الرابط المرفق في صندوق الوصف. مباشرة هنا أيها الكرام سنتوجه إلى خيار الخاص بأباراي. هنا سيظهر لي شاومي تي في بوكس، وعلى فكرة فهذه الخاصية لا يمكن تشغيلها إلا إذا كانت البوكس والهاتف متصلين على نفس شبكة الويفي، إذا نفس الشبكة المحلية. إذا سأقوم بالضغط على شاومي تي في بوكس. هنا أيها الكرام سوف يعطيني يعني أسوسي إم بي إس، يعني في حال ما إذا أردت أن أقوم بتعريف هذه القطعة أو هذا الجهاز يمكن أن أقوم بتعريفه بهذه الطريقة، ثم ستقوم بالضغط على الزر التالي. سنقوم بتسميته مثلا بشاومي مثلا. هنا سأقوم بالضغط على كونتيني أو كونتينيو، ثم هنا سوف أقوم مباشرة يعني بالضغط على باسي، أي أنه بدون عنوان وبدون أي شيء. فبالنسبة لك يمكنك ألا تقوم بهذه الخطوات إن أحببت، لكن نحن فقط يعني نريد أن نقوم بتعريف هذه القطعة في جوجل هوم في حال ما إذا كان لدي عدد كبير من القطع المتصلة في الشبكة المحلية. إذا هنا أيها الكرام سنقوم مباشرة بالتوجه إلى هذا الخيار كما هو مبين لكم، كاستي مونيكون. هنا سأقوم بالضغط على كاستي ليكون ثم أوتوريزي. يعني لاحظوا معي في البوكس يعني هكذا تم مباشرة عمل ميرورينج مباشر أيها الأحباب، وهنا يمكنك أن تصل يعني لجميع الخصائص التي تريد والموجودة يعني في سطح الهاتف من دون مشاكل، ويمكنك توقيفها فقط بالضغط على شاومي وهنا أغيتي. هنا سوف يتم توقيفها وسنعود إلى سطح الواجهة.